الو السلام عليكم، صباح الشباب، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك دابا نشوف واحد الثلاثه ديال التمارين ان شاء الله في الدرس اللي شفنا دابا اللي هو مفهوم قوه. دونك غادي نشوف واحد الثلاثه ديال التمارين، كل واحد فيه واحد الحاله بشكل. هنا صراحه اللي بغيت نتطرق عليها الشباب هي ديك نقطه التاثير، حيت نقطه التاثير كي قلت لكم في الدرس راه كتختلف على حساب داك التاثير كيفاش دير، واش بالتماس ولا عن بعد. واذا كان بالتماس عاوتاني كنقول على حسب واش هو موضع ولا موزع. دونك هادشي باش نفهموه مزيان غادي نشوفوه دروكا في هاد الثلاثه ديال التمارين. دونك نبداو بالتمرين الاول على بركه الله. جا هو يقول لك اسيدي دونك عندي واحد الحامل، ها هو واحد الحامل تشوفوا معايا، عندي هنايا واحد الخيط، داك الخيط شاد ليا في واحد العلبه، ولكن شادها منين؟ شادها من النقطه. دونك جا السؤال الاول قال لك اجرب القوى المطبقه على العلبه. دونك انا الشباب هنا خصنا نفهموا واحد المساله، راه ملي تيقول لي الاستاذ جرد القوى، ولا ملي تيقول لي البيلون هو 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 الجرد ديال القوى. دونك انا ملي كنسمع ديك الكلمه تاع الجرد يعني خصني نحط ليه كاع دوك القوى، ولا نحط ليه كاع دوك الاجسام اللي عندهم علاقه مع المجموعه المدروسه. انا في هذه الحاله اول حاجه خصني الا بغيت نجاوب ليه، الا بغيت نبدا كنجاوب اول حاجه كنقولها ليه هي اش؟ كنحدد ليه المجموعه المدروسه. دونك اولا اول حاجه بغيت نحددها انا ملي كنسمع كلمه الجرد هي تحديد المجموعه المدروسه. اذا المجموعه المدروسه في هذه الحاله بتكون هي، نجي نقول ليه المجموعه المدروسه جوج نقاط ونحل واحد المعقوفه بحال ما هكا. شوف المجموعه المدروسه ما محتاجش تفكر فيها بزاف، سير اخويا الكلمه اللي جايك من وراء على بيكون وعاديك السؤال وجود القوى المطبقه على شي حاجه. شوف الكلمه اللي تابعه على ديك الكلمه اللي تابعه على راها هي المجموعه المدروسه. دونك انا قال لي اجرد القوى المطبقه ها على اشنو تابع على العلبه، اذا العلبه بتكون عندي هي المجموعه المدروسه العلبه. دونك هاني واحد نص نقطة بالك هنا عرفت كيفاش نجبدو ساهل ماهل ما كاين فيه حتى شي مشكل. سي بون دوكا اش بقى؟ نحدد لي ديك القوى ملي كيقول لي اجرد القوى المطبقة، يعني بحال قال لي اعطيني قوى التماس وقوى عن بعد اللي مطبقين لي على هذه العلبة هذه. دوكا انا بغيت نجي نبدا لي باش ديما كنبداو بلي فورس دو كونتاكت، كنبداو ديما بقوى التماس. كنا بنجي نجي لي هنايا بحال ما هكا قوى التماس. دونك الشباب هنا قوى التماس، شوف تادي ما محتاجش تفكر فيها بزاف وتلف راسك نهار الامتحان. ملي تشوف راسك بتحط ليه قوى التماس سير شوف ليا اخويا اشنو هما الاجسام اللي ماسين تماس، اجسام اللي ماسين ليا المجموعه المدروسه تاعتك. دونك المجموعه المدروسه تاعتي شكون هي؟ العلبه. شكون اللي قيسها ليا؟ شكون اللي قيسها؟ قيسها الخيط، ها هو الخيط. دونك الخيط هو اللي قيسها. دونك نبغي نقول ليه قوى التماس هي قوة أو القوة المطبقة من طرف الخيط. دونك القوة المطبقة من طرف الخيط. سي بون شباب، وباش نزيد كاع نقادها مزيان ندير ليه ديك التي قوة التي. دونك بحال ما هكا، دونك قوة التماس هي التي القوة المطبقة من طرف الخيط. سي بون، كنحدد ليه المجموعة قوة التماس، كنشوف أشنو هما الأجسام اللي قايسين ليا المجموعة المدروسة ديالتي. دونك أنا لقيت في هذه الحالة الخيط، واش كاينة شي حاجة أخرى قايسة ليا المجموعة المدروسة؟ لا ما كاينش، راه غير الخيط بوحدو هو اللي كنشوف أنا قايس ليا هذه العلبة، الخيط بوحدو هو اللي قايسها، إذن ما كايناش شي حاجة. مادام ما بقاتش شي حاجة، دونك بغيت ندوز للقوة الثانية اللي هي قوى عن بعد. نتمنى يكون الخط ديالي تيبان الشباب. دونك ندوزو دابا القوى عن بعد. قوى عن بعد شوف كي قلت لكم انا في الدرس كاينين ثلاثة ديال القوى عن بعد، كاين الجاذبية، كاين المغناطيس، كاين التيار الكهربائي. شوف بالنسبة للجاذبية ولا التأثير ديال الأرض، الله يرحم الوالدين، بقى ديما تقولو واخا ما يكونش معطي لك واحد الرسم هنا ديالو، واخا ما يكونش هو قايلها لك في المعطيات، واخا ما يكونش راسم لك هنا مثلا شي حاجة كتعبر على التأثير ديال الأرض، أنت ديرو ليه. ولكن بالنسبة للتأثير ديال المغناطيس والتأثير ديال التيار الكهربائي، ما يمكنلكش ديرهم إلا ما كان هو إما حاطهم لك هنا في الشكل، ولا قايلهم لك هنا في المعطيات. سي بون، دونك
اول حاجه بغيت ندير بها هي دونك نشوف واش كاين المغناطيس. ما كاينش. كاين التيار الكهربائي؟ ما كاينش. دونك شكون اللي بيكون عندي التيار عن بعد ولا القوه عن بعد؟ فقط قوه الارض. دونك جيت انا ندير ليه قوه الارض. وحسن كاع نبداو من دابا نقول ليها وزن. دونك من دابا نقول ليها بي وزن العلبه. سي بون ما بقاش نقول لها جاذبيه، نبقى نقول لها وزن العلبه. سي بون شباب، نتمنى يكون هاد المساله هادي واضحه. هذا هو البيلون ديالي ملي كنسمع ديال الجرد، هذا هو الجرد صافي. ندوز دابا للسؤال الثاني. اش قال لي هو؟ قال لي حدد مميزات القوه تي. دونك انا فاش بغيت نحط ليه المميزات هما اللي قبيله شفنا في الدرس، اللي هما شكون؟ اللي هما نقطة التأثير البوان دابليكاسيون، اللي هما خطو التأثير لا دغوات ديريكسيون دغوات، و الثالثة اللي هي لو سونس الملحة، والرابعة هي لانتونسيتي الشدة. سي بون شباب، دونك أنا بغيت جيت أنا نقول هنايا مميزات القوة شكون؟ تي. أنا في هذه الحالة الشباب علاش سميتها تي؟ حنا قلنا ملي تيكون عندي نابض ولا ملي تيكون عندي خيط، ديك القوة كنرمز ليها بالتي، يعني زعما كاين الطونسيون التوتر ديال داك الخيط. سي بون أو داك النابض. ألوغ أول حاجة بغيت نجي نقولها ليها شكون هي نقطة التأثير. دونك شكون هي نقطة التأثير في هذه الحالة هذه؟ نقطة التأثير هي البلاصة فين قلنا واقع التماس ما بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. فين واقع التماس بيناتهم؟ هاي النقطة أ. ها الجسم المؤثر هو شكون؟ هو الخيط. والجسم المؤثر عليه شكون هو؟ هو العلبة. فين كاين التماس بيناتهم؟ كاين في النقطة أ. دونك أ هي نقطة التأثير. دونك نقطة التأثير هي النقطة أ. سي بون. ندوزو لتاني مميزة هي خط التأثير. الله يرحم والدينا الشاب، راه ضروري تحطهم ليا هكا بالترتيب. دونك خط التأثير، ملي كنسمع أنا خط التأثير أشنو تيجي في بالي؟ خط. أش تيعني خط؟ خط هو مستقيم. ملي كنقول خط يعني راه مستقيم. دونك بيجي نقول ليه هو المستقيم. مالو كيدير هذا المستقيم؟ واش عمودي ولا أفقي ولا مائل؟ نشوف. دونك الخيط اش يحاول يدير؟ الخيط تيحاول يهز ليا هاد العلبه باغا تطيح، ولكن الخيط اش يدير لها؟ تيحاول يرفعها للفوق. دونك التاثير ديالو كيف داير؟ واش عنده تاثير هكا عمودي، ولا عنده تاثير هكا مائل، ولا عنده هكا تاثير افقي تيحاول يجرها هنايا، ولا تيحاول يجرها هكا جنب، ولا كيحاول هو يجرها هكا الفوق. دونك هو تيحاول يجرها هكا الفوق. دونك هذا هو خط التاثير في هذا المستقيم. هذا المستقيم هكا غادي هو خط التاثير. دونك اذا كان عندي مستقيم بحال ما هكا كنقول عليه اما مستقيم عمودي او راسي او شاقولي. دونك نختار اللي بغيت فيهم. دونك ملي نقول ليه المستقيم الراسي المار من نقطة التاثير شكون هي؟ من ا. ضروري نقول ليه ذاك المستقيم المار من ديك نقطة التأثير اللي عندي أنا، اللي ديجا طرقت ليه ليها. دونك ندوز لثالث مميزة اللي هي المنحة. دونك شباب ملي كنسمع منحة يعني تيجي في بالي أش؟ من إلى. ملي كنسمع المنحة تيجي في بالي من إلى، وديك من كتكون ديما بادية من نقطة التأثير نحو فين غادي مفعول هاد القوة. دونك من نقطة التأثير شكون هي نقطة التأثير؟ من أ. نحو اش؟ نحو فين غادي نفعل القوه؟ الاعلى. علاش؟ حيت الخيط اش تيحاول الخيط يدير؟ الخيط تيحاول يطلعها للفوق. دونك نحو الاعلى. سي بون شباب. دونك هو جا قال لك مثل هذه القوه لنعتبر حنا مثلا لنعتبر حنا ما معطيات حنا هاد الامثله كلها ما عرفتش نكون بحال دابا كتبتو من عقلي، يعني ما طرقتش اني نحط لكم هذيك القوه الشده تاعها شحال. دونك حنا نجيو نقولوا مثلا نعتبروا حنا واحد القيمه عندك اف مثلا. دونك سؤال ثلاثة انتم راه بيكون عاطي لكم في التمرين، انتم راه بيكون عاطي لكم ديك في التمرين. دونك مثلا لنعتبر تي وبلا متجهه تي تساوي مثلا جوج نيوتن. سي بون، لنعتبر ديك تي تساوي جوج نيوتن. دونك وناخذ السلم هو حتى هو السلم تيكون عاطيه ليك، هو راه حتى السلم هادشي كله هو تيكون مهنيك منه، تيكون عاطيك القوة وتيكون عاطيك السلم. وناخذ السلم
واحد سنتيم لكل مثلا أربعة، كل 4 نيوتن. دونك انا ملي غادي نجي نبغي نمثل ليه ديك القوه، اش غادي خصني نعرف ليها؟ غادي خصني نعرف الطول ديالها، ديك المتجهات القوه تاعت الخيط. دونك خصني نعرف شحال هي الطول ديالها باش نعرف الطول ديالها. اش كنجي كنقول تنجي تنجلي بحال هكا، نعلم ان هو شحال قال لي في المعطيات، شحال قال لي السلم، قال لي راه كل واحد سنتيم كتمثل لي شحال 4 نيوتن. دونك انا بغيت نقول ليه شحال من سنتيم، شحال من سنتيم ما معروفش، شحال من سنتيم اللي بيمثل لي ديك 2 نيوتن اللي عندي انايا. دونك هو قال لي راه كل واحد سنتيم كتمثل 4 نيوتن في السلم. دونك انا ملي بغينا نرسمها بغيت نقول شحال من سنتيم اكس شحال من سنتيم عادي يمثل لي ديك 2 نيوتن اللي قال لي هو، ولا اللي عطاني في المعطيات هو تاع ديك القوه. سي بون، دونك نطبق العلاقه الثلاثيه فقط، نقول ليه دونك اكس كتساوي شحال، هادي في هادي، دونك هي 2 نيوتن مضروبه في 1 سنتيم مقسمه ليا على شحال، مقسمه على 4 نيوتن. دونك بيمشي ليا النيوتن مع النيوتن، 2 × 1 سنتيم هي 2 سنتيم مقسمه على 4، دونك هي 1/2 سنتيم. دونك هذا الشيء بيعطيني هو شحال، بيعطيني هي 1/2 سنتيم اللي هي 0.5 سنتيم. دونك انايا الا بغيت نمشي دوك نمثل ليه هاد القوه، اشنو بغيت نجي بيت ندير؟ بغيت نعتمد على دوك المميزات ديال القوه اللي حددت ليه انا. منين بغيت نبدا؟ بغيت نبدا من نقطه التاثير. شكون هي نقطه التاثير؟ هي البوان ا، ها هي. مزيان، اش قال لي عاوتاني خط التاثير هو اش؟ هو المستقيم الراسي. دونك انا عارف ان القوه ولا المتجهه كيف تكون، بتكون هكا على هذا الشكل، يعني ما عادش تكون هكا مايله ولا تكون هكا افقيه، لا بتكون هكا، بتكون هكا راسيه، هكا عموديه، هكا شاقوليه. سي بون، كاع مصطلحات كنقولهم عليها، ولكن ما عرفتهاش واش بتمشي ليا من نقطة الفوق ولا من نقطة تحت. نكمل نشوف الملحة. دونك الملحة اش قال لي؟ الملحة قال لي راه من أ نحو الأعلى. دونك من أ نحو الأعلى، دونك هي بتكون بادية من أ وطالعة ليا للفوق، ولكن بشحال بتطلع للفوق؟ بتطلع بديك الشدة ديال التين اللي عندي. دونك الملحة أنايا سمحوا لي نسينا، ما درناش آخر 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 مميزة اللي هي الشدة. دونك عفوا نسيناها. دونك قلنا حنا قبيله فيها شحال، تي كتساوي ليا 2 نيوتن. سي بون، دونك انا هي الشده شحال عندي فيها؟ 2 نيوتن. وهاد 2 نيوتن حسب هاد الخاصيه ولا حسب هاد العلاقه هادي شحال كتمثل ليا ديال القياس؟ شحال كتمثل ليا؟ 0.5 سنتيم. دونك انا بغيت نحسب بالمسطره 0.5 سنتيم، بغيت ندير واحد المتجه كطلع باديه من ا طالعه للفوق، وفي شحال في الطول ديالها؟ 0.5 سنتيم. هادي ونجي نسميها انايا هي دي. دونك انا هذا الشيء درتو الياطوار عشوائي حيت ما عنديش باش نرسم لكم داك الشيء اكزاكت. سي بون شباب، دونك نتمنى يكون واضح. ندوزو للتمرين الاخر، هذا الشيء نعاود نفس القضيه نعاودها ثاني هنايا. دونك اول سؤال جا قال لي اجرب القوى المطبقه على الطاوله. دونك عندي واحد الطاوله محطوط فوق منها واحد الكتاب، جا هو في السؤال قال لي اجرد القوى. دونك انا ملي كنسمع على جرد ديال القوى اشنو تيجي في بالي الشباب؟ تيجي في بالي المجموعه المدروسه. دونك بنقول ليه اولا دونك المجموعه المدروسه، دونك المجموعه المدروسه. وحنا قلنا المجموعه المدروسه كتكون ديما هي اش؟ هي الكلمه، اسمحوا لي، قلنا حنا بان المجموعة المدروسة كتكون ديما هي الكلمة اللي كتجيني من وراء أعلى. دونك الكلمة اللي كتجيني من وراء أعلى في هذه الحالة شكون هي؟ الطاولة. دونك من جيت نقول ليه هي الطاولة. سي بون، دونك ندوز دابا لاش؟ القوى التماس وقوى عن بعد. دونك نمشي قوى التماس. دونك قوى التماس شكون هي؟ بغيت نشوف أي جسم في تماس مع المجموعة المدروسة. دونك المجموعة المدروسة شكون هي؟ هي الطاولة. شكون اللي في تماس معها؟ شكون؟ شكون اللي كاين معها في تماس الشباب؟ كاين معها في تماس شكون؟ كاين هنايا، دونك هنا كاين واحد سطح الأرض نحضروا عليه توا في هذه الحالة. دونك هنا كاين عندنا سطح نسميوه سطح. دونك هنايا عندنا واحد السطح مثلا. دونك نقول لي قوى التماس شكون هما؟ بيكونوا قوى التماس في هذه الحالة هذه هما شكون؟ هما الكتاب. دونك هي قوة الكتاب.
سي بون. ندوزو عاتني القوة أخرى بالتابع، شكون هي؟ هي قوة السطح. دونك هي قوة السطح. دونك عندي جوج ديال الأجسام قايسين ليا اش هاد الطاولة هادي، قيسها ليا الكتاب وقيسها ليا السطح. حيت الطاولة فين جالسة؟ الطاولة حطينا أنايا هي في واحد السطح أفقي. سي بون. ندوزو دروكا لاش القوى عن بعد. دونك ندوزو القوى عن بعد. قوى عن بعد شباب، قوى عن بعد الله يرحمه، حنا قلنا شحال فيهم كاينه؟ كاينين فيهم ثلاثه اللي هما الارض الجاذبيه والمغناطيس والتيار الكهربائي. دونك في هذه الحاله شباب، واش عندي شي مغناطيس؟ ما كاينش. واش عندي شي تيار كهربائي؟ ما كاينش. اشنو كاين؟ كاين فقط التاثير ديال الجاذبيه. دونك انا بغيت نجي نقول ليه هنايا في هذه الحاله، ما عادش نقول ليه جاذبيه وما عادش نقول ليه الارض، غادي نقول ليه وزن الطاولة. سي بون. دونك هذا هو الجر ديال القوى. ندوزو دابا للسؤال الثاني، اش قال لي فيه؟ حدد مميزات القوة اخ. دونك انا ملي كنسمع المميزات اشنو تيجي في بالي؟ دونك الربعة اللي هما نقطة التأثير، خط التأثير، منحة الشدة. سي بون. دونك انا بغيت نجي نقول ليه مميزات القوة او مميزات القوة اخ. دونك القوة اخ. دونك مزيان. دونك اشنا هي القوة اخ؟ القوة اخ هي حنا اللي قلنا عليها في الدرس، هي لا رياكسيون. شكون اللي هنا في هذه الحالة كيدير لا رياكسيون؟ كدير هاد الطاولة. علاش؟ حيت الكتاب انا حاطه فوق الطاولة، والطاولة اش كدير؟ تدير واحد رد الفعل، حيت الكتاب راه باغي يطيح. ولكن كل ما كانتش ديك الطاولة اللي كتحاول تخليه يطيح في الارض شاده هي، كون طاح. دونك ديك القوة اللي كدير الطاولة كنسميها انايا فورس دو رياكسيون، يعني قوة رد الفعل. دونك المميزات ديالها اش بيكونوا عندي؟ اول مميزة بتكون عندي في هذه الحالة الشباب هي نقطة التأثير. وفي هذه الحالة الشباب شكون هي نقطة التأثير؟ واش الكتاب قيس لي الطاولة في هذه النقطة؟ ولا في هذه النقطة؟ ولا في هذه النقطة؟ لا، هو قيسها لي في هذه المساحة الكتاب كاملها. دونك انا دابا نحدد ليه نقطة التأثير، اش كنقولوا حسب اللي شفنا في الدرس؟ كنقول لي راه هي المركز الهندسي للجسم. المركز الهندسي للجسم بتكون تقريبا، بتكون هي هذه النقطة ديالك. إلا ما كانش هو نشأها أنت ليه بحال الطريقة اللي كنت وريتك، نسميها أنا مثلا بي، كون نقطة بي. دونك نقطة التأثير هي النقطة بي. ندوزو لتاني مميزة هي خط التأثير. دونك أنايا شكون هو خط التأثير في هذه الحالة عندي؟ واش الكتاب تيأثر على الطاولة بواحد الشكل هكا مايل، ولا تيأثر عليها بواحد الشكل هكا أفقي؟ لا، هو تيأثر عليها بشكل كي داير هكا الكتاب محطوط فوق الطبلة، يعني تيأثر عليها بواحد الشكل عمودي أي رأسي أي شاقولي. دونك أنا بنجي نقول ليه خط التأثير هو أش؟ هو المستقيم الشاقولي المار من نقطة التأثير اللي هي شكون؟ اللي هي بي. سي بون شباب، كنتمنى هذا الشيء يكون واضح. ندوزو لثالث وحدة هو المنحة. حنا قلنا ملي كنسمع المنحة اش كيجي في بالي؟ من إلى. ملي كنسمع المنحة كيجي في بالي من إلى. دونك في هذه الحالة شكون اللي بيكون ليا من؟ دونك من نقطة التأثير ديما، دونك من النقطة بي نحو فين غادي نفعل هذه القوة. دابا قولوا لي الشباب، الطاولة اش كتحاول دير؟ كتحاول تدفع الكتاب. دونك هي بادية ليا من نقطة التأثير اللي هي بي، اللي قلنا هي المركز الهندسي للجسم، وكتحاول تدفع نحو اش؟ نحو الأعلى. دونك من بي نحو الأعلى. آخر مميزة لقتنا هي الشدة. سي بون. دونك حنا نعتبر أن الشدة قال لي هو دوالي عليها في المعطيات، كنت نعتبر أن دوالية فيها في المعطيات، قال لي راه إغ تساوي مثلا 3 نيوتن. سي بون. دونك أنا بيجي نقول ليه إغ تساوي 3 نيوتن. سي بون شو أتونسيون ما درتلهاش المتجه. سي بون. دونك دابا السؤال الثالث، دونك هما
الجرد ديال القوى البيلون ديالي ها هو حددوا ليه اللي هو نقطة التأثير خط التأثير المنحة الشدة اشنو بقى لي دروكا بقى لي السؤال الثالث اللي هو التمثيل دونك ندوزو للثالثة التمثيل سي بون دونك انا نعتبر لي واحد السلم مادام هو ما عطانيش السلم هو راه غالبا دا في الدرس يكون هو في التمرين تيكون هو عاطيك انت السلم دونك لنعتبر شي سلم كل واحد سنتيم كتمثل لي 6 نيوتن هذا هي مثال ولا 12 ولا المهم 6 نيوتن دونك انا اش بغيت نجي بغيت نقول بغيت نقول لها سيدي شحال من سنتيم اللي عادي يمثل لي ديك شحال ديك 3 نيوتن اللي عندي انا كنقول شحال من سنتيم اللي عادي يمثل لي ديك 3 نيوتن والله يرحم والدينا الشباب هذه راه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وتيغلطوا فيها الداري بزاف اللي هي اش اللي هي راه خصك تحط لي هنا فما تبغي تحط هذه العلاقه الثلاثيه تاعك تبغي تحسب بها خصك ضروري تحط لي المسافه تحت المسافه النيوتن يكون تحت النيوتن باش تكون العلاقه الرياضيه صحيحه سينو راها ماشي صحيحه سي بون الشباب الله يرحم والدي دونك انا اش بغيت نجي بغيت ندير نطبق العلاقه الثلاثيه دونك اكس كتساوي ليا شحال هادي في هادي دونك انا بغيت هادي دونك هادي بغيت نضربها في هادي ونقسم على هادي هي 3 نيوتن مضروبه في 1 سنتيم مقسمه على 6 نيوتن دونك هاد العجب شحال بيساوي ليا بتمشي النيوتن مع النيوتن 1 في 3 في 1 هي 3 سنتيم 3 سنتيم مقسمه على 6 هي 1 على 2 دونك هي بحال تقول لي 1 على 2 سنتيم سي بون دونك انا صافي دوكا سهل عليا الا بغيت تمثل ديك القوه سهلت اش بغيت نجي بغيت ندير نرجع لمميزات القوه تاعتي دونك انا عارف ان نقطه التاثير شكون هي دونك القوه باديه ليا منين باديه ليا من بي ها خط التاثير كيدير المستقيم كيدير هكا عمودي مزيان هاني عرفتو انه عمودي ها المنحه مالو باديه ليا من بي نحو فين واش هابط لتحت ولا طالع للفوق لا طالع للفوق دونك مزيان دونك هذا تحت ما كاينش كاين غير الفوق فقط ها الشده شحال فيها اخ كتساوي ليا 3 نيوتن و 3 نيوتن شحال كتمثل ليا شحال كتمثل ليا في المسافه ديالتها كتمثل ليا شحال كتمثل ليا 1 فاصل واحد على جوج سنتيم دونك نعبر بالمسطره واحد فاصل واحد واحد على جوج عفوا نعبر بالمسطره واحد على جوج اللي هي 0.5 نعبرها بالمسطره وندير السهم ديالي بحال ما هكا السهم ديالي بحال ما هكا ونكتب حداه ونكتب حداه اخ سي بون شباب ونكتب حداه اخ دونك نتمنى هذا الشيء يكون واضح نتمنى هذا الشيء يكون واضح ندوزو لاخر تمرين دوزو لاخر تمرين عندنا فيه في هذه الحاله شكون عندنا فيه دونك كنشوف واحد المغناطيس هنا كنشوف واحد العلبه اولا واحد المكعب حديدي جا السؤال الاول قال لك اجرد القوى المطبقه على المكعب الحديدي حدد المميزات ثم مثل هذه القوى دونك نبداو باول سؤال اللي هو اجرد القوى المطبقه على هذا المكعب الحديدي دونك اشنو بغيت نجي ليه سهله مهله نجي نقول ليه دونك الجواب هي المجموعة المدروسة دونك هادشي تيتعاود الشباب ياك فين ما كيقول لي الجرد ديال القوى فين ما تيسولني هو على البيلون اشنو تيجي في بالي انا تيجي في بالي المجموعة المدروسة دونك المجموعة المدروسة شكون هي الشباب هي المكعب الحديدي هي المكعب الحديدي سي بون ندوزو دروكا لاش قوى التماس دونك قوى التماس شكون هما قوى التماس في هذه الحاله هذه يعني القوى اللي في تماس مع قوى اللي في تماس مع المكعب الحديدي مع المجموعه المدروسه شكون اللي تيقيس لي هاد 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 المجموعه هاد هاد المكعب ما كيقيسوا لي حتى شي حد واش كاين لي واش كاين شي شي خيط لا واش كاين شي شي حيط مثلا شي سطح هكا محطوط عليه لا دونك حنا واخا نعتبروا باش نحطوا هنايا باش نحطوا هنايا قوى التماس نعتبر ان هنا عندي واحد السطح افقي سي بون نعتبروا حنا هنا عندنا واحد السطح افقي دونك انا بغيت نجي بغيت نقول ليه في هذه الحاله شكون اللي في تماس مع المكعب الحديدي هو السطح الافقي دونك انا بغيت نجي نقول ليه السطح الافقي اشنو تيدير رد الفعل اغ دونك القوه بتكون سميتها اغ سي بون قوة السطح الأفقي واش كاين شي حاجة أخرى في تماس مع المكعب لا ما بقاتش دونك دابا ندوز الأش للقوة الثانية اللي هي قوة عن
عن بعد. دونك حنا قلنا الشباب كاين عندي ثلاثه، كاين يا اما الجاذبيه او مغناطيس او التيار الكهربائي. الجاذبيه ديما كنقولها سواء كاينه سواء ما كايناش، ولكن دوك الجوج الاخرين كنقولهم فقط الا كانوا. دونك في هذه الحاله كنشوف شكون اللي عندي المغناطيس. دونك بنجي بنقول ليه القوه المطبقه من طرف المغناطيس. سي بون، واش كاينه شي قوه اخرى مطبقه ليا على هذا المكعب؟ اه كاينه. شكون هي؟ الوزن ديالو. جاذبيه، حنا قلنا الجاذبيه ديما تنديرها، الجاذبيه سوا قالها سوا ما قالهاش، حنا ديما تنديروها. دونك علاش نقول لها حنا جاذبيه في هذا الدرس؟ غادي نقول لها وزن ال، دونك قوة، أو نقول ديريكت وزن ال المكعب، دونك المكعب الحديدي. سي بون، دونك كاين عندنا هنايا شحال من قوة، كاين عندي جوج قوى عن بعد وقوة واحدة بالتماس. هنا كانت عندنا شحال بالتماس؟ كانوا هنا عندنا جوج بالتماس وواحدة عن بعد. هنا كانت عندنا وحدة بالتماس وحدة عن بعد. دونك نكملوا هذا الشيء ديالنا. دابا السؤال الثاني هو اش؟ هو قال لك السؤال الثاني حدد مميزات بي وزن المكعب. دونك انا بغيت نجي نقول ليه مميزات بي وزن المكعب. دونك شكون هما هاد المميزات هادو ديال بي وزن المكعب؟ ساهلين ماهلين حتى هما. اش بغيت نجي؟ بغيت نقول ليه نقطة التأثير، دونك هادشي ولا كيتعاود الشباب خاص تحفظوا صافي راه ولا كيتعاود. نقطة التأثير شكون؟ خط التأثير المنحى ثم الشدة. دونك نقطة التأثير شكون هي نقطة التأثير الشباب؟ حنا قلنا ملي تيكون عندي تأثير عن بعد راه ديما نقطة التأثير كتكون شكون هي؟ هي مركز الثقل ديال الجسم. وفي هذه الحالة شكون هو مركز الثقل؟ هو الجي. دونك هي النقطة الجي. دونك أنا شفت معكم كاع الحالات ديال نقطة التأثير. ملي تيكون عندي التماس مموضع كنقول أن نقطة التأثير هي ديك النقطة فين واقع التماس. ملي تيكون عندي التماس موزع بحال هاد الحالة هادي تاعت الكتاب كنقول أن نقطة التأثير هي المركز الهندسي للجسم. سي بون شباب. وفي الحالة الأخيرة هي ملي تيكون عندي التأثير عن بعد كنقول أن نقطة التأثير كتكون عندي شكون هي؟ هي المركز الثقل. سي بون، وكنرمز ليه بحرف غروند جي. دونك خط التأثير شباب، خط التأثير. دابا شوفوا شتي بالنسبة للمميزات ديال الوزن ما كيتبدلوش في أي سؤال عطاه لك، أي سؤال عطاه لك ما كيتبدلوش، تيبقاو هما. دونك راه الجاذبية ديما فين كتجرني الجاذبية أو الوزن ديال الجسم ديما فين تيجر لتحت. وكيفاش تيجر؟ هكا بواحد الشكل مائي ولا بشكل أفقي ولا كيجر بشكل عمودي؟ كيجر بشكل عمودي يعني رأسي يعني شقولي. دونك أنا بغيت نقول ليه خط التأثير هو المستقيم الرأسي البار من نقطة التأثير. شكون هي؟ من جي. الملحة ملي كنسمع ملحة اش كيجي في بالي؟ من إلى. دونك من شكون؟ من نقطة التأثير اللي هي دونك من النقطة جي نحو شكون؟ نحو الأسفل، نحو الأسفل. دونك ندوزو لاخر حاجة هي الشدة. انا نعتبر ان راه الشدة عطاها لي هنا في المعطيات، نعتبر ان راه بي عطاها لي هنا كيساوي مثلا نعتبروها حنايا مثلا جوج، نعتبروها جوج. دونك هو جا هنايا بي نقول ليه راه كتساوي ليا هي جوج نيوتن. سي بون، دونك انا قال لي هو تيساوي ليا هي شحال؟ هي جوج نيوتن. دونك انا بغيت كمان نحدد ليه اش نمثل ليه ديك القوه باش نقدر نمثل ليه القوه. اشنو عادي خصني ندير؟ نحسب شحال الطول ديال ديك القوه. دونك انا اش بغيت نجي بغيت نقول ليه هنا اعتبر عاوتاني حتى ما عرفتنيش في هذه الحاله هو واحد السلم، ما عرفتنيش هو واحد السلم. دونك انا بغيت نعتبر واحد السلم، نعتبر واحد سنتيم كتمثل ليا مثلا 8
8 نيوتن. الوغ انا بغيت نجي نقول ليه اذا 1 سنتيم قلتي ليا استاذ كتبت ليا 8 نيوتن، اذا شحال من سنتيم بتمثل ليا ديك 2 نيوتن اللي خرجت ليا انا؟ بغيت نطبق العلاقه الثلاثيه ديالتي يا الشباب. دونك اكس تاعتي شحال تكون كتساوي ليا اكس؟ بغيت نضرب هذا في هذا تعطيني هي 2 نيوتن مضروبه في 1 سنتيم مقسمه على شحال؟ مقسمه على 8 نيوتن. دونك هذا اللي عجب شحال بيساوي ليا في الاخر، بيمشي النيوتن مع النيوتن، بقى ليا 2 مضروبه، 2 مضروبه في 2 مضروبه في 1 هي 2، دونك هي 2 سنتيم مقسمه على 8 هي 1 على 4، دونك هي 1 على 4 شحال سنتيم. التمثيل ديالي باش نقدر نمثلو عادي خصني نعتمد ليه على دوك المميزات اللي انايا حددت ليه. نقطة التأثير شكون هي؟ هي الجي، مزيان. خط التأثير شكون هو؟ المستقيم العمودي، دونك القوة بيكون التمثيل تاعها هكا ماشي هكا ماشي مائي، مزيان. دونك المدحة منين؟ من الجي نحو الأسفل، دونك بادية ليا من الجي وهابطة لتحت، دونك مكيناش حاجة طالعة لفوق، مزيان. الشدة شحال؟ الشدة كتساوي ليا 2 نيوتن، دونك أنا ملي عندي الشدة 2 نيوتن، شحال كتمثل ليا 2 نيوتن بالمسافة؟ كتمثل ليا حسب الطريقة كتساوي ليا 1 على 4، يعني 0.25. دونك أنا بغيت نحسب 0.25 تقريبا بتجيني مثلا، أنا نعتبرها هي هادي سي بون. دونك هاد السهم هذا ولا هاد المتجه هادي هي كتمثل ليا متجهات القوة شكون؟ بي وزن ديال الجسم. سي بون الشباب، دونك نتمنى يكون هاد الشرح نفعكم. دونك شفنا مميزات القوة، وقبل ما كندوز لمميزات القوة راه ديما كيكون هو سولك على واحد السؤال قبل اللي هو تيقول لك جرد القوة. وملي كنسمع انا جرد القوة راه بيان سو الشباب شنو تيجي في بالي؟ تيجي في بالي خصني نحدد ليه المجموعة المدروسة، ونقول ليه القوة اللي عندي بالتماس، ونقول ليه القوة اللي عندي عن بعد. ومورا هذيك الساعات ندوز للسؤال ديال المميزات ديال القوة. ملي كنسمع المميزات ديال القوة راه كيجي في بالي اشنو عاوتاني اربعة المميزات اللي هما نقطة التأثير، خط التأثير، المنحة، ثم الشدة. ولا قال لي مثلت القوة راه شفنا كيفاش كنمثلوها بطريقة سهلة مهلا، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. دونك بون كوراج الشباب، ونتلاقاو ان شاء الله في الدرس المقبل.